بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا كل مشاهدي ومتابعي برنامج جانجو في كل مكان، اهلا بيكم. حلقه جديده شيقه ومختلفه زي ما وعدناكم. موضوع حلقتنا النهارده غنيلي شوي شوي. ايه رايكم؟ يلا بينا نبدا الحلقه. غنيلي شوي شوي، غنيلي وخد عيني، دي المغنى حياه الروح يسمعها العليل تشفيه، وتداوي كبد مجروح احتار الاطباء فيه. ما بالكوا بقى لو ضيفنا النهارده مش بس مطرب، لا ملحن كمان. الحقيقه معجون بالفن، بيعرف وشاطر جدا في اختيار كلمات اغانيه، الحانه السهل الممتنع، كمان بجد مختلف، بياخدك من دنيا لدنيا تانية خالص، تحس انك معاه رحت اتجاه تاني مختلف، بتفصل تماما، مزيج بين الفن المعاصر والفن الاصيل. النهاردة معانا من خلال حلقتنا فنان فعلا مختلف، مامته كان ليها تأثير كبير قوي في حياته، وده اللي هنعرفه منه النهاردة، خلته يدخل مجال الفن من خلال عشقها لفريد الأطرش. والنهاردة هنقول له زي ما كان في لحن الخلود بيقولوا لفريد غني لنا يا وحيد، النهاردة كلنا هنفعل الهاشتاج بتاعه وهنقول غني يا وليد. معانا ومعاكم النهاردة المطرب والملحن الفنان وليد رشدي. أهلا بيك يا وليد. أهلا أهلا، نورتنا في البرنامج. اهلا بيك، انتوا اللي نورتوني والله. ربنا يخليك. النهارده كل مشاهدينا على احر من الجمر، كلهم اذان صاغيه الحقيقه، مستنيين يتسلطنوا زي ما قلنا بالظبط. النهارده احنا جايين ننبسط ونتسلطن ونفعل هاشتاج غني يا وليد. احنا بقى مختلفين، مش هنبتدي زي ما كله بيبتدي معاك، هنجيب من الاخر. هنبتدي من اخر اغنيه ليك. ازاي قدرت تعمل الكوكتيل الحلو قوي ده؟ اغنيه تحفه، كلماتها جميلة وألحانها حلوة قوي، وإحساسك بيها بصراحة يتقاله جميل، جمال ملوش مثال فعلا. حققت نسب مشاهدة عالية جدا وحققت نجاح ما كانش متوقع، ولا كنت متوقعه؟ يعني الحقيقة بنسبة كبيرة كنت متوقع، يعني لأن نقول للمشاهدين اسم الأغنية وكلماتها وألحان مين و... تمام. الأغنية اسمها كوكتيل بنات، هي دي أول أغنية أغنيها مش من ألحاني. كانت مع انا كنت اشتغلت مع الموسيقار الاستاذ علاء غنيم، اشتغل معايا اغنيه من حاجتي انا، كان عمل لي توزيع يعني، فبقى بينا صداقه. فجي كلمني وكنت انا بجهز لان انا انزل بالاغنيه اللي انا اشتغلتها معاه كموزع، قال لي انا عندي اغنيه شايفك فيها قوي. وكانت كوكتيل بنات بالظبط كده، فروحت سمعتها فعلا، لقيت فعلا الكلام عجبني، ولقيت بصراحة هو عمل سكة جديدة في الألحان أنا مرحتلهاش قبل كده، فأنا قلت ليه لأ، يعني طالما حاجة فيها إضافة ليا، ويعني فضلت إن أنا أنزل بالحاجة اللي هو العمل ده عن العمل اللي أنا كنت مجهزه من ألحاني أنا. وفعلا حقق نسب مشاهدة عالية قوي، تقريبا وصلت للمليون. هي إن شاء الله قربت، يعني النهاردة ممكن تكون كده 700 ألف، فإن شاء الله نتعشى منها خلال إن شاء الله يكون وشنا حلو عليك وتعدي المليون كمان. إحنا مشاهدينا كتير وهيدعموك كتير إن شاء الله. نطلع نسمع حاجة فيديو كده، في يعني كوكتيل أغاني كده بصوتك لمجموعة من الأغانيك. تمام، إيه رأيك؟ تمام زي الفل. إيه رأي الشباب معانا، جاهز؟ يلا بينا. يلا دم خفيف وعليها عيون شقية، عسولة عسلية وانا قلبي ضعيف. ملامحها مش عادية والرقة مش طبيعية، والدم خفيف وعليها عيون شقية، عسولة عسلية وانا قلبي ضعيف. عالجد دغري اقول بحبك من سكان، ياسمين وفل شهدي وعسل مكسرات، والشمس لون شعرك دهب شفايف كريس، صدق اللي قال عنك قمر كوكتيل بنات. وانا ماشي في الشارع ومعايا مكالمة جاية من الشغل، معرفش منين طلعوا الاثنين راكبين موتوسيكل، دول خطفوا موبايلي وراهم نجري، خطف موبايلي وراهم نجري، ازاي
اسأل ليه وانا بسأل ليه، مين عارف بكرة هيكون فيه ايه، حتى اللحظة كانت في الماضي بكرة اللي هيجي وهيجدر ايه. اسأل ليه وانا بسأل ليه، مين عارف بكرة هيكون فيه ايه، حتى اللحظة كانت في الماضي بكرة اللي هيجي وهيجدر ايه. الحقيقة أنا لازم أعمل كده، ما ينفعش ما اعملش كده. ما شاء الله بجد، صوت والحان واداء واحساس زي ما قلت، بجد ما شاء الله عليك، حاجه حلوه قوي. في سؤال خبيث كده بقى، بمناسبه اسامي الاغاني، كوكتيل بنات وانا مش بعاكس، الحاله العاطفيه اخبارها ايه؟ هو الفنان بصفه عامه احنا في الاخر احنا بني ادمين، يعني في انسانيه جوانا، مرينا بحاجات كتيره في حياتنا وشفنا، ومرينا بعلاقات ومرينا جات وشفنا كمان علاقات لاصدقائنا والناس المقربين لنا. فالفنان بيترجم حاجات عامه، مش يعني ممكن نكون عايش شخصي، يعني لا ممكن نكون عشنا احساس شخصي منها، مش لازم يكون دلوقتي حالا، ممكن يكون في مرحله قديمه، ممكن نعيش حاجه دلوقتي برضه، بس القصد ان هي في الاخر مش دايما بتبقى يعني مشاعر مخزنه. بالظبط كده، ان انا مهمه الفنان هو يترجم ده. وبعدين انا كمان بيبقى جاي مثلا الكلام من مؤلف الكلمات الاغاني، يعني اغلب الاغاني بتاعتي كان كاتبها الشاعر الكبير جدا 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 الاستاذ عاصم حسين. من وجهه نظري عاصم حسين يعني هو غني التعريف، بس خليني اقول برضو ان له اشهر اعمال لي، اتحدى العالم بتاعت صابر الرباعي، وحياتي الفنانه الكبيره اصاله، و نسيني الدنيا الفنان رغم علامة. فله علامات في الموسيقى، وهو شاعر يعني معروف ان هو شاعر رومانسية في الكلام وهيحب. ما واضح، لا واضح، عشان كده يعني السؤال بصراحة خدني، يعني كان لازم اسأل السؤال الخبيث ده يعني. تمام، بس الحقيقة اخر اغنية كوكتيل بنات هي مش من كلماته، هي كلمات الله يرحمه استاذ ايمن الطويل. يعني واحد كده كان كلمني استاذ علاء وقال لي انا عندي اغنيه ليك، فجيت سمعتها زي ما هي كده فعجبتني زي ما هي. انت اختيارك للاغاني بيبقى بناءك على احساسك ولا يعني المود العام في المجتمع مثلا، او يعني بيبقى اختيارك بناء على ايه؟ سؤال حلو جدا. خليني اقول لك ان هي مجموعه حاجات. طبعا ما اقدرش عشان برضه احنا في الاخر احنا مش بنغني نفسنا. اكيد طبعا. في طبعا ترند عام في السوق بيخليكي برضو لازم تبقي في الاطار ده، مهما انت بتحاولي تطوري تحطي يكون مقياس لاختيارك، يعني بيأثر ده جزء بيأثر في طبعا البصمه بتاعتي انا لازم تكون موجوده في العمل، يعني لازم تكون حاجه ينفع الناس تصدقني لما انا اقولها، يعني لو انا قلت حاجه مش بتاعتي خالص مش هينفع. فانا بيبقى في اطار عام، ان هو في اطار عام للترند، زمن الاغنيه مثلا لازم ما يزيدش عن دلوقتي، نتكلم في 3 دقايق 3 دقايق ونص بسرعه. بالظبط. الاغنيه بقت قصيره عن زمان جدا. أكيد. في حاجات بتاثر في شكل الاغنيه، بتاثر على اختيارنا. المواضيع دلوقتي بقت لازم نختار مواضيع اللي الفئه العمريه دلوقتي اللي احنا بنخاطبها، اللي هي بتنجح اي مطرب في الفئه العمريه اللي تتراوح من 15 سنه ل 25 سنه، هي دي الفئه العمريه. رغم ان انت صوتك على ما سمعنا يعني شبيه بالمطربين الفن الاصيل، يعني علي الحجار، فريد، محمد فوزي، يعني صوتك قريب منهم واحساسك كمان تقريبا قريب منهم، فايه رايك نسمع بقى مشاهدينا كلهم حاجه كده تحب تختارها على ذوقك بصوتك؟ حابب المره دي بعود؟ احنا بص النهارده عايزين مستمعينا يتسلطنوا وينبسطوا، ايه رايك مره بعود ومره من غير عود؟ تحب دلوقتي ايه؟ طب ممكن نقول حاجه على العود الاول نبدا بيه. طيب تمام، لمين تحب تغني؟ لمين؟ ممكن حاجه ليك ولا حاجه من المطربين اللي احنا ذكرناهم؟ ممكن حاجه لاستاذ محمد فوزي. محمد فوزي، طب يلا بينا. الشوق 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 خيرني، الشوق الشوق سهرني، الشوق الشوق ليه بس يا قلبي بص لفوق تبص لفوق، الشوق الشوق خيرني. وحدي بغني وبقول موالي، انا ماشي في حالي ولا واخد بالي، والوحدي بغني وبقول موالي.
فتحت شباكها فتحت باب قلبي للشوطة واي وكواني الشوق وضناني الشوق وكواني الشوق وضناني الشوق ليه بس يا قلبي بص لفوق بص لفوق الشوق الشوق حيرني. الله 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 يسلم صوتك. سؤال بقى، انت مصنف نفسك في اي لون غنى؟ يعني رومانسي، عاطفي، شعبي؟ ممكن تغني مهرجانات واوراب مثلا او الحاجات اللي طالعه جديد دي؟ يعني انا مش انا يعني الموضوع مهرجانات ده انا مش عايز اتكلم عليه كلام سلبي بالكامل يعني، بس طبعا انا ما اقدرش اغني مهرجانات، ولو غنيت ما حدش هيصدقني يعني، مش هتحسسوك يعني مش هتتحس في مش هتحس فيه طبعا، لان يعني المهرجانات محتاجه كاركتر معين يغني المهرجان، يعني هو لازم يكون المطرب له كاركتر اللي هو يغني فيه مهرجان. تمام. مش شخصيتك يعني مش شخصيتي بالظبط كده، فالناس مش هتصدقني ان انا غنيت مهرجان يعني. فانت مصنف نفسك عاطفي مثلا ولا ممكن شعبي؟ هو اصل المطرب ما ينفعش يقول يعني انا عاطفي بس يعني حتى الاغاني حاجة تيه ما كانتش كلها عاطفيه، كان في مثلا اغنيه تسال ايدي اغنيه كان عن انتقل وفي الشارع، ده حاجه زي اغنيه كوميديه لايت قوي، بتتكلم عن مشكله اجتماعيه الاخلاقيات اللي في الشارع، يعني السائل في الشارع بتتكلم عنها بطريقه كوميديه. وكان في اغنيه بتسال ليه بتتكلم عن الطاقه الايجابيه بصفه عامه. فانا انا 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 احب اصرف نفسي كانسان، كمطرب كانسان ممكن اغني عاطفي، ممكن اكون يعني حاجة. انا ليا ملاحظه على اغانيك الحقيقه، هي ملاحظه ايجابيه جدا، انت بتحاول تناقش موضوعات اجتماعيه بكلمه بسيطه او يعني حاطط هدف، حاطط تارجت لنفسك. والله انا شايف ان يعني بس مش مجرد كلمات. هو انا شايف طبعا ان دي جزء من رساله الفنان، ان هو لازم ان احنا يعني الفنان يكون له دور، يعني مش مجرد ان يعني مش مجرد هلس، يعني الفن مش مجرد اكيد طبعا لا الفن الناس ساعات بتبص الفن ده غذاء الروح. انا فاهم بس يعني طبعا كل الناس بتتناول الفن بشكل مختلف، لكن انا ببص ان الفن في جزء منه مش كلام بس، مش عايز اقول ان ده كلام برامج او كلام للاستاك الاعلامي، لا ده كلام حقيقي، ان الفن لازم يكون له رساله. ما يمنعش ان يكون في جزء ترفيهي، ما يمنعش ان يكون لطيف، ما يمنعش ان هو الناس تكون مبسوطه وهي تسمعه، بس في نفس الوقت نقدم برساله او تكون حاجه الناس تستفيد منها، حتى لو بتكلم في ناحيه عاطفيه، حتى لو بتكلم في ناحيه اجتماعيه، لازم يكون في مغزى من ال. طب ده يخليني اسالك، هو انت ممكن تتدخل في كلمه مثلا في نص كلمات الاغاني، يعني تحسها مش حاسسها مش ماشيه مع الموضوع وتتناقش فيها مع المؤلف، ولا بتسيب الموضوع كله للمؤلف وتقول لا ادي العيش لخبازه هو ادرى؟ سؤال كويس. طبعا هو انا بدي عيش لخبازه، لكن ده معناش ان احنا نتناقش، يعني ان انا ممكن اتناقش في كلمه تقول له مش حاسس الكلمه دي، شايفها مش مناسبه في المكان دوت. طبعا وارد ان انا اتكلم مع في الاخر ده صالح العمل، والمؤلف ساعات يعني يشرح لي وجهه نظره، وساعات هو يطلع هو يشرح ان هو يعني يطلع هو اللي يقنعني، وساعات ممكن هو يقتنع برضه. يبقى في تبادل اراء يعني ما بينك وبين زي برضه انا بروح للموزع باللحن، الموزع ممكن كله رؤيه يقول لي اللحن ده مثلا بص الحته دي لا هنعملها كده، بص الحته دي مثلا بلاش نكررها خليها واحده بدل تكرار. يعني انا برضو ملاحظه ان اغانيك ما فيهاش الدرام الجامد، يعني ما فيهاش الايقاع الجامد، يعني بسيطه وسهله وسهله على الودن، ما فيهاش اللي هو الزحمه بتاعت اليومين دول. يعني هو انا برضو مش عايز اقول ان الايقاع الجامد دي حاجه وحشه، هو انا بعمل انا بحاول اعمل انواع متنوعه من الاغاني. يعني اغنيه كوكتيل بنات فيها جزء كده فيها جزء كده، يعني فيها جزء بيقلب مره واحده ايقاع جامد، بس مش الاغنيه كلها. انا قصدي ان في الاخر هو الموضوع والحاجات كده تتحكي في الموضوع، المهم ان الكلام ان اللحن والاداء يكون بيعبر عن الـ عن الـ عن المعنى. لو المعنى والكلام محتاج ده مش مشكله، المهم ان في الاخر زي ما قلت كده ان في حاجه حلوه بتتقال وفي كلام كويس بيتقال وفي اداء كويس بيتقال. احنا قلنا في المقدمه ان يعني ماما كان ليها تاثير في انك تدخل مجال الفن من خلال عشقها لفريد الاطرش. صح. ايه الموضوع؟ يعني ايه العلاقه بان ماما تحب فريد الاطرش فانت تدخل مجال الفن؟ هي يعني اثرت فيك، زقتك في الموضوع ده، اكتشفت موهبتك، ولا الموضوع ماشي ازاي؟ هو طبعا كده كده الامهات بتقول لها تاثير كبير جدا على اولادهم، وانا والدتي يعني كان يعني علاقتي بيها مميزه جدا، ربنا يخليها لك ويديها الصحه يحفظها رب. سلامنا وتحيه كبيره لماما، يعني
اكبر تحيه ليها. فهي طول عمرها بتحب فريد الاطرش جدا، وانا وعيت على الدنيا لقيتها يعني من سن 4 سنين لقيتها بتحب فريد الاطرش عشق رهيب يعني. وايام بقى لما كان عندنا الفيديو فيديو كاسيت، كانت بتسجل كل الافلام وبتيجي على شرايط فيديو وتقعد تسمع وتشوف، تقعد بقى تسمع او فيلم الفريد، اللي هي قاعده مبسوطه جدا ومتاثره، ولو فريد حصل حاجه زعلته في الفيلم تقعد تعيط معاه وتزعل معاه وحاجات زي كده. فانا يعني قلت لها هو يعني انت بتحبيه لدرجاتي؟ فقالت لي ده بيعمل كل حاجه في الاغنيه، ده بيلحن وبيغني وبيعزف عود. فانا قلت طب انا عايز، انا كمان بقى بعرف اعمل الكلام ده. فده يعني من الحاجات اللي حفزتني. معانا مداخله، مين معانا؟ الو. أيوة الو، مساء الخير. مساء النور. حبيت ابارك لك اولا. مين؟ وبارك للصحه والجمال ثانيا. اهلا بيكي يا فندم. مين معانا؟ هبه عبد الفضيل يا فندم. حبيبتي اهلا بيكي. اهلا يا هبه، ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيكي، نورتينا. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. ميرسي، الف مبروك على البرنامج الجميل. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي. وبحييكي وبحيي قناه الصحه والجمال طبعا. بقول لهم مبروك عليكم انجي. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي. ميرسي. بحيي ضيفك طبعا استاذ وليد رشدي النهارده. ما شاء الله، شفتي سلطنا النهارده فعلا. جدا جدا الحلقه جميله، احساسه عالي قوي بصراحه. جدا والله، وصوته حلو قوي. عايزه توجهي له اي سؤال؟ تحبي توجهي له اي سؤال؟ احب اقول له يا ريت نسمع منك ما تفوتنيش انا وحدي. لو محضرها بقى يا هبه. لو محضرها. صوتي جميل، ده لازم نتسلطن معاه باغاني فعلا تسلطننا. هو اغانيه كلها سلطنه بصراحه. اكيد اكيد اكيد، صوت جميل جدا فعلا والله. ميرسي حبيبتي، شرفتينا، ونتمنى ما تكونش اول واخر مداخله، تكوني معانا على طول في كل الحلقات. اتفضل يا استاذ وليد، كمل. تمام. فده حفزني وانا صغير ان انا حبيت ان انا ابقى كده، ففضل جوايا فكره ان انا عايز يعني اغني. بدات احاول بقى اغني وانا صغير، احاول بقى اسمع اغاني واغنيها، واحاول خلصنا اقلد. برضه لقيت والدتي برضه بعد كده، كنت قاعد مره لقيتها برضه، كان استاذ علي الحجار كان بيغني، ولقيتها قلت له الله يا علي الله يا علي، متاثره جدا. فبرضه دخل جوايا موضوع طب علي الحجار كمان. فانا قعدت بقى يعني، بقى هما الاثنين دول اكتر اثنين مؤثرين فيا في حياتي فنيا يعني. بقيت احاول احفظ اغانيهم واغنيها. الوقت بصراحه غدا بسرعه رهيبه، والناس مبسوطه جدا يعني. جاي لي في الكنترول الناس مبسوطه، كميه تليفونات ومداخلات جايه لك بصراحه ما شاء الله. عايزين يسمعوا حاجه بقى منك عشان نختم بيها الحلقه. ايه هتسمعنا؟ ايه حاجه ليك ولا حاجه برضو لعلي مثلا، او تحب ايه اللي انت تحبه؟ بس يا ريت بسرعه عشان الوقت ايه بيجري. تمام. طيب ممكن اقول حاجه، ممكن اقول عنوان بيتنا صحيح حجر. تمام، جميله. طب اقول لك حاجه احسن، ممكن اقول حاجة من غير عود. تحت امرك. ممكن اقول عارفة بتاعت عايز صلاح حجار من غير عود؟ طب تمام، يلا بينا. عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك امي. عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه، عارفة حاسس إني الأول مرة بشوفك، واني بشوفك من اول لحظه في عمري، حاسس اني مهما بتشرف كفوفك، حاسس اني مهما بتشرف كفوفك، وانك شجره وظله وميه بتجري. مش عارف ليه، مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه. بسقفة، ولازم أنهي بسقفة بجد. النهاردة مبسوطين جدا جدا من أجمل الأصوات اللي سمعناها، وإحساس زي ما قلت راقي وعالي جدا الصراحة. هي كلمة أخيرة قوي، مطربين الفلاشة
انت حضرت ساقية الصاوي وحفلات لايف، كلمة يعني موجزة جدا كده توجهها لهم، تقول لهم ايه؟ اقول لهم غنوا. هو فلاشة، انا مش هعمل حاجة بحرك. ما هو المفروض يغني على الفلاشة. ما غني غني، لو انت قادر تغني غني. يعني هو اللايف هو الغنى. اه يعني انا طالع في حفلة، معناها انا هغني في حفلة، معناها انا مغني. اللبس يعني اللبس، حركة اللبس دي يعني بتفقد المطرب او يعني المغني احساس. ده اعمله فيديو كليب، اعمله في حاجة، لكن طالع في حفلة اغني لايف معناها انا مطرب بغني. هو اللي بيفرق المطرب من اللي مش مطرب، هو اللي بيعرف يغني في حفلة لايف او اللي ما يعرفش يغني في حفلة لايف. بس هو ده نقطة الموضوع. اقول له غني، يعني لو انت مطرب يبقى غني. اه طب انت لحنت الفنانين تاني غيرك؟ يعني لحنت لحد غيرك ولا الحانك مقتصر عليك انت بس؟ لحد دلوقتي هو في مشاريع بس لسه ما خلصتش، يعني مع مطربين تاني. طب عايزين حاجه بقى اكسكلوسيف كده للبرنامج، يعني مشروع قريب هيتم مثلا، اسمه والله مؤلف. مش قادر اعلن عشان حاجه مش يعني مش ملكي لوحدي، فمش قادر اتكلم دلوقتي. لكن في مفاوضات شغاله مع احد المطربين، ربنا يسهل. احد المطربين يعني هيكون دويتو مثلا او حاجه ولا؟ لا، ان هو ياخد حاجه من الحاني يعني، بس لسه ما تمتش، يعني ما اقدرش اعلن انها ما تمتش نهائيا، ما تمش التعاقد بشكل رسمي يعني. بالظبط كده. طب في حاجه اغنيه طيب ولا كله لسه في طي الكتمان؟ لا لسه برضه لسه في طي الكتمان، يعني مش عايز تقول لنا حاجه النهارده. مش قادر، لو في حاجه والله ما عنديش مشكله اقولها، بس لو ضمن في ايدي حاجه، عشان يعني ما بقاش بقول حاجه وبعدين ما تحصلش. لا طبعا. طب الغنى بقى القديم والجديد، يعني شايف الفروق في الكلمه ولا في اللحن ولا في المستمع ولا في ايه بالظبط؟ في حاجات كتير. خلينا نقول إن, ان 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 عشان برضه ما اظلم، مش عايز اعيب في الجديد يعني. طبعا القديم معروف برونقه واصلته القيمه اللي فيه، سواء حصل تغيير. خلينا نتكلم ان لغه الشارع اتغيرت من دلوقتي لزمان، وفي كل وقت اللغة بتتغير. يعني دلوقتي لو مثلا بنتكلم مع شاب سنه 15 سنة، طيب في ألفاظ من اللي احنا بتتقال من 10 سنين هو مش هيفهمها. أعزائي المشاهدين، كانت حلقة فعلا مميزة ومختلفة، واتسلطنا فعلا بوجود وليد رشدي معانا النهاردة، فعلا انبسطنا بصوته، حاجة حلوة قوي. ليكم مني كل التحية، نتمنى نكون دايما ضيوف خفاف عليكم. إن شاء الله مع وعد بلقاء يتجدد إن شاء الله ببرنامج جنجا مع إنجي عمار. تمام. هنسمع أغنية من وليد، يلا نقفل الحلقة بأغنية. طيب تمام، أغني أغنيتي، آخر أغنية ليا. يلا بينا. عالجد دغري هقول بحبك من سكان ياسمين وفل شهد وعسل بمكسرات، والشمس لون شعرك دهب، شفايف كريس، صدق اللي قال عنك قمر كوكتيل بنات. عالجد دغري اقول بحبك من سكان ياسمين وفل شهد وعسل بمكسرات، والشمس لون شعرك دهب، شفايف كريس، صدق اللي قال عنك قمر كوكتيل بنات. ده انت في حته تانيه، جبت الجون في ثانيه، شوكولاته بلازانيا على ايس كريم. ده انت مكهرباني منك قلت ياني، ده احنا الجزء التاني من شادية وبحليب. ده انت في حته تانيه، جبت الجون في ثانيه، شوكولاته بلازانيا على ايس كريم. ده انت مكهرباني منك قلت ياني، ده احنا الجزء التاني من شادية وبحليب.